كرس الإنسان وسائل التكنولوجيا لتسهيل حياته اليومية، فأصبحت تحيط به من كل جانب. ومن هذه الوسائل الإنترنت، والذي بدأ كوسيلة لتناقل المعلومات فأصبح إدماناً أدى إلى العزلة والهروب من الواقع وانقطاع العلاقات الأسرية. لقد ظهر جيل جديد خلال العقد الماضي، وهو جيل يختلف عن سابقه من الأجيال. ونظرا لأهمية أي جيل في صناعة حاضره ومستقبله، فقد تمت دراسات عديدة لفهم متطلبات جيلنا هذا ولتوجيه طاقته للبناء والإعمار. وقد خلصت كل هذه الدراسات إلى أن الاستخدام غير المتوازن للإنترنت يصنف بأنه صورة من صور الإدمان بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وتؤكد عالمة النفس الأمريكية كيمبرلي يونغ، والتي تعد من أوائل أطباء علم النفس الذين عكفوا على دراسة ظاهرة إدمان الإنترنت، بأن استخدام شبكة الإنترنت لما يزيد عن 38 ساعة أسبوعيا، أي ما يعادل 5 ساعات في اليوم، يعد إدمانا وقد يؤدي بصاحبه لنتائج خطرة. وقد أرجعت الدكتورة أسباب الإدمان على الإنترنت لعدة عوامل رئيسية. السرية التي يوفرها الإنترنت في الحصول على المعلومات توفر شعورا عارما بالسيطرة. أضف إلى ذلك، فإن الإنترنت وسيلة مريحة للغاية، فهو متوفر في كل مكان. إلى جانب ذلك، فإنه يوفر الهروب من الواقع إلى واقع بديل. ومن الممكن الإنسان الذي يفتقر إلى الثقة بالنفس أن يصير الشخص الذي يتمناه. ويجد الإنسان الانطوائي لنفسه أصدقاء، ويستطيع كل إنسان أن يتبنى لنفسه هوية مختلفة، وأن يحصل من خلالها على كل ما ينقصه في الواقع اليومي والحقيقي، مما يؤدي لإدمان أكثر. ومن أهم أعراض هذا الإدمان إهمال الواجبات الاجتماعية والأسرية والوظيفية بسبب استعمال الإنترنت، فيفقد المدمن الإحساس بالوقت، بل ويشعر بتوتر وقلق شديدين في حالة وجود أي عائق للاتصال به، وقد يصل ذلك إلى حد الاكتئاب، وهذه ذروة الإدمان. من أهم الدراسات الحديثة التي تمت في عالمنا العربي هي دراسة لشركتي بوزنكو وجوجل، وقد شارك في الدراسة 3000 مستخدم من 9 دول، تشمل كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر والجزائر ولبنان والأردن. ويتراوح أعمار المشاركين ما بين 15 إلى 35 سنة، وهم ما يعرف بجيل التواصل الإلكتروني العربي، والتي هي في تزايد مستمر، فيتزداد سنوياً بنسبة 11% مقارنة بالزيادة العالمية والتي هي 7% فقط. ومن أهم نتائج المسح والدراسة لهذه الشريحة ما يلي، أن 83% يستخدمون الإنترنت يومياً، و40% يستخدمون الإنترنت على الأقل 5 ساعات في اليوم، وأن 61% يستخدمون الشبكة الاجتماعية أكثر من ساعتين في اليوم، و87% يفضلون الإنترنت على التلفاز، بل إن 80% من الشباب يكون أول عمل يقومون به عند قيامهم من النوم هو تفقد هواتفهم الذكية، وهؤلاء يعتبرون فقدان هواتفهم من المصائب الكبرى التي قد تحل عليهم.
لكل إدمان علاج، والعلاج الذي يأتي من إيمان ويقين صادق من داخل النفس هو ما سيستمر أثره بإذن الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يعني حديثنا عن ظاهرة إدمان الإنترنت التوقف عن استخدامه، بل الاستخدام المعتدل لغرض محدد يعينك على إتمام مهامك ووضع الضوابط والحدود من الآباء لأبنائهم، خاصة في المرحلة الحرجة من حياتهم. إن العالم الذي نعيش فيه يتغير بسرعة، وإننا نعاصر ظهور جيل جديد له تطلعاته وتوقعاته، فإن فهمنا هذا الجيل استطعنا أن نخرج منهم خير ما فيهم ونوجه طاقاتهم لبناء مجتمعاتهم، وإن لم نفعل فإن الثمن سيكون غاليا، إما بإهدار طاقاتهم بالإحباط، وإما أن تنحى هذه الطاقة منحا سلبيا يضر بهم وبمجتمعاتهم، وبذلك تنقلب الطاقة من طاقة إصلاح وإعمار إلى طاقة إفساد ودمار.